ثانية مع هذه المسيرة وهذه الانطلاقة. شوط آخر يتجدد بين الحين والآخر ليجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الشعارات وملاك هذه الهجن على البركة. نتحرك بفئة الجعدان المحليات الأصايل مع الخمسة كيلومترات التي نتابعها في هذا المسيرة. الجوائز نقدية من المركز الأول وحتى المركز العاشر. نذهب إلى مقدمة الشوط لنعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى ونفتتح إذاعتنا بشاهين فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي من يتقدم إلى المركز الأول يسجل حضوره في هذا المهرجان المتابعة من المركز الثاني. المركز الثاني أيضا له نصيب الأسد وله أيضا مشاركة قوية في هذه الجولة وفي هذه المسيرة. يتقدم مياس رغش بن طبازة بن الدودة العامري المتابعة من المركز الثالث. وثالث المراكز يأتينا وبران محمد بن راشد بن مفتاح الشامس اللي يقدم لنا وبران في هذه الجولة. وفي المركز الرابع المركز الخامس يتقدم الآن على المركز الخامس اللي هو حشيم سالم بن عبد الله بن المتفيج الاشتبي والمتابع أيضا من سادس المراكز. المركز السادس يتقدم الآن نعم شعار المتفيج وهناك أيضا شعارات لها وزنها ولا ثقلها شعار بن قنازل في هذه الجولة مع المركز السادس اللي يتابعنا بمغادر حمد بن الدحبة بن قنازل العامري. والمركز السابع يتقدم الآن في هذه اللحظات أرى أيضا شعارات لها وزنها ولها ثقلها. تتقدم عامر بن محمد بن زايد المنصوري ومن الجانب الآخر يأتي شعار محمد بن سليمان بن حمودة لوهيبي على ظهر مايهاب. أما المركز التاسع شاهين محمد بن سالم بن سعيد المسافري. والمركز العاشر أقول شبعدان سعيد بن راشد بن غدير الاشتبي. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء وهكذا انتهينا من إذاعتنا وندانا الأول. نعود مرة ثانية متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء إلى قلب المعركة ونتابع المقدمة ونتابع الإثارة ونتابع الشعار الذي بدأ يرسل إشارات الخطورة. رقش بن طبازة بن الدودة العامري من يقدم لنا مياس بأول المراكز. والمركز الثاني يتقدم الشبابي في هذه اللحظات فايد بن عبد الله بن سعيد العويسي من يأتينا على المركز الثاني وهو يتقدم وعينه على المراكز الأولى عينه على المركز الأول. من الجانب الآخر أيضا الهجوم المتواصل من هذا الشعار القادم اللي هو معاند محمد بن سليمي بن محمد الوهيبي في ثاني المراكز. والمركز الثالث يتقدم الآن شعار السيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري على ظهر مياس. والمتابعة من المركز الخامس يأتينا مطفي صيط بن قميص بن عامر العمري ليأتي خامساً ولكن أشوفه عنده نوايا وعنده طموح بالمركز الأول. من مركز إلى مركز يتقدم في هذه اللحظات المتابعة. من المركز السادس يأتينا مهدي صالح بن محمد بن عضيلي العامري يأتينا على المركز السادس. والمركز السابع فهنا أيضاً شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاملي سابعاً. هذه المجموعة الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. والمركز التاسع أرى اللي في المركز التاسع يأتينا سلهود محمد بن جعفر بن مرخان الاشتبي. والمركز العاشر فهنا أيضا الأسد ناصر بن خويتم العامري. هذه العشرة المراكز الأولى ولكن قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول. يا سلام عليك يا مهيات، يا سلام عليك يا بطل، يا سلام على هذا الشعار. رقش بن طبازة بن الدودة العامري نعم في مكان جميل، في مكان يأمن له الفوز، في مكان أمل السيارة. ليش ما خليته يسرح في أشواط السيايير؟ هذا بيكون من نصيب السيارة عصاف الأبطان وبدون أي ازدحام بدون يعني أي تكليف وهو يذهب إلى الأمام. سلام يا رغش سلام، خلك على هذا المنوال، حاسب وراقب أيضا القادم اللي وصلنا. يأتينا مطفي شطيط بن خميس بن عامر العمري من يتقدم إلى المركز الثاني في هذه اللحظات ليعلن وجوده. المركز الثالث أيضا متابعة قوية
متابعة قوية في هذه اللحظات من شعار السيد محمد بن جعفر بن مرخان، من بدأ يرسل إشارات الإنذار، يرسل إشارات الإنذار ويتقدم مع سلهود بن مرخان قادم. هني الوصول أيضا في هذه اللحظات من طريف مظفر بن محمد بن خموشه العامري، يأتينا بهذا الهجوم. يا رقش يا رقش، الكيلو المتر الأخير، ركز ركز، لأن الجماعة بدوا أهل الطلايب، بدوا أهل الطلايب مجموعة مجموعة، نعم يتدفقون إلى المراكز الأولى. أشوف الهاجم أيضا، الهاجم في هذه اللحظات يتقدم الآن، وأول أول إذاعة لهذا الشعار. نعم يأتينا سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي، يلا يا زميلنا، يلا يا بن ضبيب، يلا يلا يا الشامسي، يا الشامسي لا تحير، هات القلم والدواية، روح يا سلام عليك يا الشامسي، الشامسي الشامسي، يلا يا رقاش حرك حرك، إذا عندك حيلة احتالها، ولكن بن ضبيب، بن ضبيب البطل، بن ضبيب هو من يتقدم في هذه اللحظات مع شاهين. سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي من يقدم لنا، ولكن الخطورة، الخطورة ما زالت قائمة، الخطورة من بن مرخان، من بن مرخان من يقدم لنا، اللي هو سلود محمد بن جعفر بن مرخان يتقدم، الخوف من بن مرخان، لأن العصا قوت، العصا في الإبطان، القادم أيضا، القادم اللي هو نقول ملبي حمدان بن سالم بالكور، المزروعي، يلا يا المزروعي، يلا يا المزروعي، ولكن بن مرخان بالكور بالكور، وبن مرخان السلام وين؟ إلى الغربية، إلى زعبيل، إلى بن مرخان، نعم بن مرخان قول وفعل، روح يا بن مرخان، روح روح مع الناموس. هذا هو سلهود، يذهب بالمركز الأول، يذهب بالناموس، يذهب بالانتصار. سلام يا بن مرخان، سلام سلام يا بن مرخان، انهني انهني محمد بن جعفر بن مرخان على الفوز وعلى الناموس الذي تحقق مع سلهود، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات من قبل مناوش الغفي بن الصغير بن عبد الله المالكي، والمركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب ملبي حمدان بن سالم بالكور المزروعي، والمركز الرابع، المركز الرابع فهنا الوصول ايضا من الشهم وسلطان بن حميد بن سالم العمري، والمركز الخامس دخول جماعي كان عند خط النهاية. هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، استمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا سلهود وهو ينتزع المركز الأول بشعار محمد بن جعفر بن مرخان، 7:48، 4 أجزاء ثانية. تهانينا والناموس اللي وصلنا على المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب مناوش القفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي، التوقيت الزمني 7:48، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا او الناموس اللي وصل على المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب ملبي حمدان بن سالم بالكور المزروعي، التوقيت الزمني 7:50 وفاء.